ثقافيا باش نتحدث على الدوره 36 لمهرجان افلام من العالم اللي تقام فعالياتها من 23 اوت الى 6 سبتمبر 2012 بمونديال كندا. خلال الفعاليات هذه غدوه يقدم اخر فيلم وثائقي للمخرج التونسي محمد الزرن فيلم ديجاج في عرض اول على المستوى العالمي في هذه الدوره. اكثر تفاصيل حول هذه المشاركه التونسيه مع السيد محمد الزرن المخرج التونسي حاضر على خط البرنامج. سي محمد مرحبا بك. أهلا مرحبا بك أختي، صحة شبتك عشك. أعطيك صحة سي محمد. بتبيع كما تحدثنا فيلم ديجاج وأول عرض على المستوى العالمي في إطار الدورة 36 لمهرجان أفلام من العالم. أيوة، فيلم ديجاج أفلامي، وهو الفيلم اللي يحكي حيثيات الثورة التونسية كثورة خاصة، يعني ثورة من نوع اللي هي ألهمت برشا شعوب أخرى في العالم. أنا صورت هذه الثورة تقريبا يعني وعشتها، يعني من نجم نقول لكم تقريبا 80% من اللي صار. نعم. يعني عندي حظ كبير أني خرجت بالكاميرا بتاعي وعشت الأحداث ودخلت في يعني في المناسبات الكبيرة. بالتالي بعد 14 جان في تنقلت لسيدي بوزيد، و وخاصة ركزت ان لان هي الشرارة الاولى كانت يعني سيدي بوزيد، و17 ديسمبر يعني هي شرارة بالنسبة لي، هي ثورة، هو عيد الثورة التونسية بالنسبة لي انا. 14 جانفي هو عيدنا احنا الاخرين، لكن اللي قاموا بالثورة هم صح 17 ديسمبر، اولاد 17 ديسمبر. حتى لخرجة الناس من الارياف والشباب والمعطلين واللي هم جابوها الثورة هذه، واللي هم ألهموها، واللي هم حركوها، واللي هم جابوها بساقيهم وتحت ساقيهم وفي قلوبهم وفي أدباشهم وفي يعني في وكيفاش عاشوها في القصبة واحد والقصبة اثنين إلى نهاية بالطبع الحكم التجمعين ويعني الغنوشي يعني. وبالتالي هي أكبر أحداث وهي أهم الأحداث حتى مجيء القائد السبسي يعني. يعني ديجاج سي محمد، يعني الفيلم هو يحكي حيثيات نادرة جدا، ويعني هي الأولى واللي ما تنورتها حتى كاميرا أخرى، وهي من ناحية هذه مهمة للتاريخ ومهمة لنا احنا الشعب التونسي، وهم حتى العالم ان يعرفوا كيفاش الناس هضموا هالشباب وهذه سيدي بوزيد ورقاب وقصرين وقفصة وتالا. نعم. كيفاش صاغوا، كيفاش كتبوا هالثورة الخاصة جدا. انا خدمت اشتغلت على الشيء هذا. يعني فما رؤية وثائقية للأحداث اللي عاشتها تونس بتبيعة على خلفية ما عناه الشعب التونسي من ظلم واضطهاد وتهميش في العهد البائد سي محمد. بالطبع. الناس هم الناس هذوما اللي قاموا بالثورة، ولسنا احنا المثقفين او المفكرين او بالطبع. يرجع فضل كبير ياسر في في الفيلم الناس اللي تعاطوا اللي جاءوا، يعني ان النقابيين والمكاتب الجهويه، ويعني بالطبع معناتها المحامين اللي عندهم قصه كبير ياسر، ثم شخصيات اللي كانت هي يعني عندها مبادرات وضحت وكانت عندها جرأة باش تكلم وتخرج في الشارع، يبانوا في الفيلم ان شاء الله تشوفوهم، واللي هم يعني كانوا سبب يعني في 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 في, في المواصلة بعد محمد البعزيزي واحتراقه اللي صار له. فيعني هذه جزئيات اللي الناس نساتها. احنا عشنا العالم قاعد يخزرنا كيفاش عشنا من اجمل ما ثم من ثورات العالم الحديث، لكن التوانسه ما قاعدين نعيشوا فيها في تراكمات جديده واحداث متكرر اليوم، وخاصه ان هالثوره هذه اخذتها بعد ركبوا عليها السياسيين والاحزاب وغير ذلك والوازع الديني، وبالتالي وكأن مشينا عليها وهملناها، وكأنها اصبحت يعني تعرفي للاسف يعني يعني حاجه يعني ما عنديش قيمه. ولذلك الفيلم هذا حيرجع للتوانسه كيفاش هم عملوا حاجه عظيمه جدا، لكن في نفس الوقت نساوها
والتهوا في حاجات اخرى بحكم بحكم الناس اللي جات يعني من من نعم. خارج البلاد ومن داخل البلاد. سي محمد نرجع لك مره اخرى نرحب بك، نتسالوا على مده الفيلم الوثائقي هذايا وحضورك ان شاء الله باش يكون غدوه ان شاء الله في مونريال كندا ولا لا؟ ايوه الفيلم يدوم ساعه وساعه و 36 دقيقه وانا مسافر بعد شويه لمونريال ان شاء الله طريق السلامه، خصيصا باش نقدم الفيلم في العرض العالمي الاول. وهو في يعني وقع اختياره يعني في الـ في معناتها في الـ في الـ في الـ يعني اللجنه الرسميه لافلام العالم. وهو مهرجان مهم جدا. نعم. كشباك كبير لامريكا يعني للعالم، خاصه في امريكا من ناحيه امريكا الشماليه واستراليا وامريكا اللاتينيه ودول اسيا. نعم. تتوقعوا انه الفيلم سي محمد حبيت نسالك انه تتوقعوا الفيلم هذا يحصد جائزه ان شاء الله من خلال المشاركه هذه؟ المهرجان هذا عنده خصوصيه هو في افلام العالم اسمه ثم كان الافلام الروائيه فيها جوائز بالنسبه ثم جانب افلام العالم اللي هو المركزي. نعم. ما فيهم الجوائز. ولذلك ثم يقع اختيار افلام يعني من عالم خصيصا افلام ذات وجهه انسانيه وعالميه كبيره. نعم. يعني من عالم اجمع ما فيش مسابقه يعني مشاركه شرفيه. هي المهرجان هذا عنده فلسفه خاصه يعني في خاصه في الوثائقي. وانت تفهم برشا بطبيعه في عالم الافلام. بالطبع عايشة. نعم نعم سي محمد نتمنى لك التوفيق. وقبل ما نختم معك حبيت نعرف انه الفيلم هذايا وقع عرضه في تونس والا مازال، واذا كان فما برمجة عرضه وقتاش باش يتم ان شاء الله؟ لا هو لم يقع عرضه، وقع عرضه ومازال مش جاهز يعني من اول في 17 ديسمبر في ذكرى لولا الثوره وكانت تحدي مني انا، وقع عرضه وهو مازال يعني في صدد الانجاز في الانجاز وذلك احياء لارواح الشهداء وذكرى الثوره. وعملنا عرض خصيصا على باب الولايه بشاشه كبرها 8 امتار وكانت الاف من الناس في سيدي بوزيد تشوفوا الفيلم، وفي بالنهايه يعني في اخر الفيلم كلهم صفقوا له واعجبهم، وكانت من اجمل يعني ذكريات يعني يعني ذكرى 17 ديسمبر الاولى. نعم. في الثوره طبعا ان شاء الله مشاركه في تونس سنخرج في تونس تقريبا يعني بعد مهرجان كرتاج ان شاء الله. ان شاء الله مشاركه تونسيه بطبيعه تشرف التوانسه الكل من خلال مشاركه المخرج التونسي محمد الزرن في فعاليات الدوره 36 لمهرجان افلام من العالم اللي يقام في كندا. شكرا لك على الحضور معنا سي محمد. شكرا. ومره اخرى نقول لك طريقه سلامه وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي يا عائشه. شكرا صباح الخير.